سلام، حياة كعبول الحلقة رقم أظن 30 يمكن أو 29 ماني متذكر، ولكن خلونا نبدأ على طول بدون ما نطول في المقدمة لأنه حلقتنا اليوم مرة حامية. ليش يوسف؟ تشوفون مع بعض. طيب يا جماعة، اللي يعرف أن احنا قبل فترة أظن سنة يمكن نزلنا مقطع أن شرينا أغلى بيت في اللعبة، وأنا كنت فخور بهذا الإنجاز. وأغلى بيت في اللعبة وأفخم بيت في اللعبة كان هذا البيت اللي إحنا فيه الآن، اللي قاعدين نسوي منه المهام كلها. إيه صح، قبل لا أبدأ، قبل لا أكمل، تشوفون هذاك واي إف؟ ترى هذا كودي في فورتنايت اللي ما يدري، وبرضه كودي في نون، فلو استخدمته في نون راح يجيك خصم 10%، ولو استخدمته في فورتنايت راح تدعمني دعم غير طبيعي، فواي اف يا جماعه لا تنسون، برضه اشتركوا خلونا نوصل 2 مليون. صراحه لنا فتره على هذا البيت، وكلكم تعرفون انه في جزيره اضافت في اللعبه قبل فتره واحنا سميناها جزيرة الأغنياء، هذا مو اسمها الرسمي لكن احنا سميناها هذا الاسم لأنه حرفيا الجزيرة فيها ملعب جولف، فيها أشياء خرافية مرة، في حلقة كاملة نزلتها عن الجزيرة هذه اللي يبغى يشوفها يروح يتفرج فيها، اسمها جزيرة الأغنياء. المهم فيها أربع بيوت وهي أغلى أربع بيوت وأفخم أربع بيوت في اللعبة يا جماعة. شوفوا، هذا البيت عنده متاهة، هذا البيت عنده ملعب كرة سلة وعنده مهبط طائرة هليكوبتر وعنده، وهذا عنده بركة. خلونا نروح مع بعض نشوف البيوت الأربعة هذه لأنه راح نبدأ مع بعض رحلة شراء بيت الأحلام. طيب يا يوسف، أي بيت من هذه الأربعة راح تشتري؟ هنا راح يجي دوركم أنتو. الحين راح نروح أخذكم أنا كأني محل عقار، راح أدخلكم كل بيت وأوريكم المميزات اللي فيه وأوريكم سعره، بعدين على المنتدى أو الكوميونتي راح أنزل لكم البيت الأول، البيت الثاني، البيت الثالث، البيت الرابع. البيت اللي يجي عليه أعلى تصويت هو راح يكون البيت اللي إحنا راح نستهدفه ونشتريه كبيت الأحلام الخاص فينا. بسم الله، خلونا ننطلق لجزيرة الأغنياء ونبدأ نستعرض البيوت مع بعض. بسم الله وعلى بركة الله ننطلق إلى جزيرة الأغنياء. الهدف من الحركة هذه أنا أبغاكم أنتوا تحددون البيت اللي راح نشتريه مع بعض، أبغاكم أنتوا تحددون، أشوف إيش رأيكم أنتوا. أنا أقدر أختار الحين وأقول خلاص هذا هو البيت، لكن لا، أنا أبغاكم أنتوا اللي تختارون. زي ما تشوفون جزيرة الأغنياء هنا إن شاء الله تبارك الله. أول شيء خلونا نأخذ نظرة سريعة على البيوت من فوق. هليكوبتر في السطح عندك هنا. هذا البيت وهذا البيت الثاني، وراح أسمي هذا الحين، راح أقول لكم بعدين البيوت كم أرقامها عشان لا تلخبطون. بس شوفوا كيف، شوفوا الفرق في البيت، شوفوا المساحة، بيوت فخمة بكل ما تعنيه الكلمة. خلونا نبدأ الاستعراض. بسم الله وعلى بركة الله. جاهزين يا جماعة؟ بسم الله، راح أتكلم، راح أعتبرك أنت تسمع المقطع الحين كأنك رايح تشتري بيتك. خلاص، أول شيء عزيزي، أول حاجة قدامكم هنا جزيرة الأغنياء، لها نفق خاص يؤدي إليها، يعني نفق وطريق خرافي، شوفوا اللوحة غير طبيعية خرافية يوديك لهذه الجزيرة. أول ما تدخل الجزيرة راح يجيك أول بيت معروض للبيع، وهذا البيت راح نسميه البيت رقم واحد، خلاص عشان في التصويت تعرفون لما أقول البيت واحد تعرفون أنا أقصد إيش. هذا البيت رقم واحد. من هنا تدخل للبيت يا عزيزي، عندك ما شاء الله تبارك الله الحوش الكبير هذا، طبعا لانه الان اجواء مث ثلج وكذا فمغطى بالثلج، ولا العاده انه يكون هنا اخضر وعشب. زي ما تشوف ما شاء الله درج ضخم جدا يدخلك للبيت. برضو عندك هنا جراجين. قبل ما نتعمق داخل البيت راح ناخذ لفه على الحوش اول شيء ونشوف ايش الفعاليات والانشطه اللي موجوده في هذا البيت. زي ما تشوف الحوش متصل هنا ما شاء الله، حوش ضخم جدا، وبعدين عندك اطلاله هنا على طول على الشارع العام. أجواء هادية ورايقة جدا في هذه الجزيرة ما شاء الله. عندك مخرجك الخاص من الخلف على قارب واثنين دباب جيتسكي، تقدر تتنقل فيها بكل حرية في أي مكان تبغى. وعندك هذه المنطقة الخاصة، زي ما تشوف كل هذه منطقة خاصة لك في البحر، اللي لو أنت سبحتي بتغرق يعني. أوكي، لا تخرب الهيبة يوسف لو سمحت، كمل. زي ما تشوف عندك الأشجار هذه خصوصية كاملة ما شاء الله، البيت يحيط فيه البحر من جهتين، الجهة ذيك والجهة هذه. زي ما تشوف ما شاء الله هذا الحوش حق المنزل. الآن خلونا نبدأ ندخل على المنزل. بسم الله، الدرج ما شاء الله ضخم جدا جدا جدا. بسم الله وعلى بركة الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا الطراز حق البيت نفس طراز مدينة وبلي لايف، نفسها الطراز الأساسي شكل يعني البيت، هذا الطراز الأساسي عند كل البيوت أغلبها. بسم الله الرحمن الرحيم، قبل لا ندخل داخل البيت خلينا نشوف البيت من الخلف إيش موجود فيه. زي ما تشوف عندك هنا بركة سباحة، تقدر تسبح هنا، مسبحك الخاص تقدر تنبسط فيه. وعندك هنا جاكوزي ما شاء الله تبارك الله، وعندك مكان للعب التنس. الحين خلونا نروح نشوف البيت من الداخل. بسم الله وعلى بركة الله، هذا مدخل البيت. طبعا نسيت ما اقول لكم ان البيت ما نقدر ندخل الا اذا اشتريناه. هاي صراحة اقلعوا بالفشلة. طيب تفشلت والله. دقيقة لحظة، في طريق اني ادخل؟ خلنا احاول لحظة. اوكي، زي ما تشوف البيت عندك هنا صالة، وعندنا حوض سمك فخم ما شاء الله تبارك الله، والدرج هذا يطلع على فوق.
اما بالنسبه للبيت في الاعلى يا جماعه زي ما تشوفون قدامكم عندك هنا مهبط خاص بالهليكوبتر، عليكم الهليكوبتر هذا انا جاي دخيل كذا يعني بس عشان اوريكم السطح حق البيت، وهنا طبعا ما يمديك تخش لكن هذا يوديك على البيت. فبكل بساطه البيت رقم واحد هذا هو. هنا عندك طبعا هنا جيم او مو جيم، هذا عندك هنا سير، غرفه النوم هذه هي، هناك الدولاب زي ما تشوف، هذه فكره البيت بكل بساطه. هذا البيت الاول. البيت سعره 10,000 دولار، 10,000 دولار يا جماعة، هذا هو البيت بالكامل رقم واحد سعره 10,000 دولار. طيب أعزائي المتابعين حياكم الله في البيت رقم اثنين. زي ما نشوف تصميم وطراز المنزل طراز غريب جدا ولكن حلو يعني مو مخرب أبدا. زي ما نشوف ما شاء الله هذا الحوش حق المنزل، راح ننزل الآن فيه ونبدأ نستكشف الحوش مثل ما استكشفنا حوش البيت الأول. فهذه نظرة عامة عن المكان حق البيت الثاني، خلونا ننزل ونستكشف الحوش مع بعض. بسم الله وعلى بركة الله. طبعا هنا المدخل زي ما تشوفون عندكم هذا الحوش بالكامل، عندكم مرجحة وتقدر تتمرجح فيها يعني تنبسط، عندك بركة تقدر تسبح تنبسط، وعندكم الشيء هذا اللي اتذكره قد سويناه في واحدة من المهمات، تلسكوب تقدر تتفرج فيه على السماء وكذا تفلها يعني تنبسط تغير جو. برضو من الفعاليات اللي موجودة او الاشياء الجميلة اللي موجودة في هذا البيت عندك النافورة الخرافية هذه، وعندنا الكوخ الخشبي هذا اللي انا صراحة ما اعرف ايش ممكن يفيدني فيه ولكن ممكن يكون يعني عبارة عن كوخ خشبي. هذا شكل البيت عن قرب، الطراز حقه خرافي بصراحة مرة ما شاء الله تبارك الله. البيت هذا من الخلف شوفوا يفتح لك على بركة كبيرة جدا خاصة فيك محاطة بالجبال، وعندك قارب كبير وقارب صغير، حتى القارب هذا لونه مميز وشكله مميز جدا. فهذا الحوش حق المنزل هذا. اما بالنسبة للمدخل حق المنزل زي ما تشوفون عندك مدخل من هنا او من هنا، هذا الباب الاول للدخول اللي كالعادة يعني ما نقدر ندخل يعني الا بعد ما نشتريه، وهنا المدخل الثاني. زي ما تشوفون هذا البيت طبعا ما في سطح، يعني البيت هذا كان فيه مهبط للهليكوبتر تقدر تهبط الطائرة حقتك فيه يعني، بس ما هذا ما فيه، ما له سطح مثل هذاك البيت رقم واحد. هذا البيت رقم اثنين ما فيه، لكن نقدر نشوف انه البيت يعني البيت من الداخل يعني نقدر ناخذ نظرة خفيفة كذا سريعة. صراحة البيت ما يهمني من جوا كثير اكثر من انه يهمني الفعاليات اللي برا البيت. فهذا هو البيت رقم اثنين يا جماعة الخير، ان شاء الله انكم اخذتوا خلفية عنه. شوفوا حتى مع طلوع الشمس كيف. الان بعد ما شفنا البيت رقم اثنين واخذنا خلفية عنه بالكامل، خلونا نشوف سعره كم. البيت رقم اثنين سعره 9,500 وهذا هو قدامكم بشكل كامل، يعني بينه وبين البيت الاول فرق بسيط جدا. الان بسم الله ننتقل الى البيت رقم ثلاثة، وزي ما تشوفون هذه نظرة عامة على البيت، واضح ان عندنا هناك شطرنج، عندنا متاهة، وطراز المنزل جميل جدا 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 حتى لونه جميل. طبعا البيت برضه ما في سطح زي البيت رقم اثنين، هذا البيت من الخلف، عندك مهبط طائرات هناك، وعندك مكان حق نباتات، راح نشوفها الان كلها بالتفصيل، ولكن هذه مجرد نظرة عامة عن هذا المنزل. بسم الله خلونا نهبط ونبدا ناخذ لفة في الحوش. على بركة الله هذه البوابة، أول ما تخش يجيك هذا المنظر قدامك، المتاهة هنا على اليمين، وعندك هذا المنزل على اليسار، وعندك النافورة الجميلة هذه. زي ما تلاحظ الحوش من الأمام ضيق، لكن لأن الحوش الأكبر حق هذا المنزل رقم ثلاثة في الخلف. طبعا هنا تجي على اليمين عندك شطرنج، تقدر تلعب الشطرنج هنا مع احد من اصحابك لو موجود، عندك هنا جلسه رايقه ناس يبون يتفرجون، طبعا تقدر تلعب فيها اظني وتقدر تحركها وتلعب، وعندنا هنا في اليمين المتاهه اللي شفناها قبل شوي من الهليكوبتر في الاعلى. لما ندخل من هذا المدخل ننطلق على طول الى الحوش الخلفي اللي هو يعتبر اضخم في هذا المنزل رقم ثلاثة. زي ما تشوفون هنا عندكم المهبط الخاص في الطائرات، وعندكم هنا قارب خاص فيك بلون مميز اللي هو اللون الازرق. على ما شاء الله تبارك الله عندنا حوش خلفي مع مرجيحة، وعندك هنا مكان اظن هذا حق نباتات، والظاهر انه في هدية جوا، فهذا شيء كويس يعني خلنا احنا نبغى نجمع ضروري اصلا، شكرا على الهدية. فعندك هذا المكان الاول مع بيتين زجاجية، بيتين نباتات زجاجية يعني. فهذا البيت رقم ثلاثة وهذه الفعاليات الخاصة فيه اللي موجودة في هذا البيت. طبعا زي ما تشوفون البيت من جوا يعني طرازه لا باس به، يعني ما نقدر نحكم صراحه لا هو ولا البيت رقم اثنين ولا البيت رقم ثلاثه لان كلها ما نقدر ندخلها، فما معنى الا نحكم بالمظهر الخارجي والحوش والفعاليات اللي موجوده في الحوش. فهذا البيت رقم ثلاثه يا اعزائي المتابعين. سعر البيت 11,000 دولار هو هذا الظاهر امامكم. الان خلونا ننتقل الى اخر منزل عندنا في القائمه وهو المنزل رقم اربعه اللي معروض للبيع. هذا المنزل رقم أربعة قدامكم، هذه نظرة كذا جوية على هذا المنزل زي ما تشوفون. الآن خلونا ننزل ونستكشف الحوش حقه ونشوف ايش الفعاليات اللي موجودة فيه. طبعاً أول ما تنزل عندك هنا البوابة، عندك الحوش، نافورة، الحوش الأمامي ضخم جداً.
شوف النافوره قدامك هنا، واضح ان البيت هذا الطراز حقه على نظام اللي يبغى نور الشمس يدخل البيت كثير، لان كله زجاج 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 مره كثير. جوا هناك زي ما تشوفون اشياء، ما ادري ايش هي صراحه ايش فكرتها، حوض سمك واشياء كثيره ما علينا منها. خلونا نستكشف البيت. عندنا هنا نطيطه البيت من الخلف، طبعا هنا الحوش مغلق ما نقدر نروح للخلف، خلينا نروح من الجهه الثانيه نجرب. اوكي ما في من الخلف، البيت حرفيا ما في حوش خلفي، ما تقدر تروح على البحر نهائيا. البيت فقط حوش امامي، ما في فعاليات زي ما تشوفون قدامكم، فقط هذا. خلونا نشوف السطح حق المنزل قبل لا نحكم على انه ما في حوش خلفي، يمكن من السطح في حوش خلفي ما ندري. طيب بسم الله على بركة الله. عندنا هذا السطح، عندك المهبط الخاص بالطائرات، وعندك زر خاص انك تقدر تطلق الالعاب النارية، اوكي، في هذا المنزل. وهنا مهبط الطائرات مثل ما قلنا، هذا السطح. طبعا هنا عندك مكان خاص بالنادي مطل على البحر ورا، وهذا السطح بالكامل. في اظن السطح يعني تحت زيادة اظن اذا انا مو غلطان من هنا، خلينا نشوف مع بعض. ايوه في بركة صغيرة عندك تقدر تستمتع فيها وتغير جو، ولكن ما لك أي يعني إمكانية أو صلاحية أنك تروح للبحر أبدا. هذا المنزل ما يعطونك في قارب، ما تقدر تروح للبحر أبدا، مجرد منزل يعني بحوش أمامي وفقط. الحوش رقم 4 الآن بعد ما شفناه، خلونا نشوف سعره كم. سعر البيت 10,000 دولار. الآن الحكم في يدكم، هذا البيت رقم 4، كلكم تعرفون الآن البيوت وتعرفون أرقامها. أنا ما راح أقول لكم إيش أكثر بيت عجبني صراحة، من الأربع بيوت في بيت عجبني مرة، وأتمنى أن هو التصويت يجي عليه عشان لما أتعب. دقيقة إيش هذا؟ أوكي هذه الحلاوة، أوكي ما علينا منها. أتمنى لما أتعب يكون هو هذا البيت اللي أنا آخذه، لأنه مرة عجبني ومرة خرافي. لكن ما راح أقول إيش هو عشان ما أأثر على التصويت. التصويت موجود عندكم في المنتدى أو في الكوميونتي، روحوا وصوتوا عشان نبدأ من الحلقات الجاية نسوي أشياء كثيرة عشان نجمع فلوس ونشتري بيت الأحلام مع بعض. الآن بعد ما وريتكم البيوت الخرافية اللي شفناها قبل شوي، أبغى أقارنها بالبيت الحالي اللي معنا. البيت الحالي اللي معنا زي ما تشوفون مجرد منزل جميل ورائع على إطلالة على البحيرة اللي في الخلف، لكن ما في لا مهبط طائرات ولا في فعاليات ولا في أي شيء حرفيا، حتى بركة ما في. هو منزل حلو على وقتها، قبل سنة تقريبا كان هو أفخم منزل، لكن الآن جاء الوقت إن نغير. فشوفوا الفرق كيف، فرق مهول جدا جدا جدا. فهذا هو الوقت اللي نغير فيه ونبدأ رحلة شراء بيت الأحلام. ولكن البيت كم؟ رقم كم؟ بناء على تصويتكم. طيب يوسف احنا متى نعرف انت اي بيت كان لك رغبة فيه؟ ان شاء الله في الحلقة القادمة بعد ما نشوف التصويت ونقرر البيت، راح اقول لكم انا ايش هو البيت اللي كنت نفسي انكم تصوتون عليه.